قرر مجلس الوزراء السوداني فتح الجامعات مطلع أكتوبر الجاري بعد اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتهيئة البيئة الدراسية، من بينها إعفاء مدير الجامعات وقبول استقالة من يتقدم بها وسحب الشرطة الجامعية. وكانت الجامعات قد توقفت لنحو 8 أشهر بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير. وكان اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس في العاصمة الخرطوم ناقش الترتيبات الخاصة بقرار استئناف الدراسة الجامعية التي تضمن الاستقرار الأكاديمي. وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار الزين صغيرون في وقت سابق، قالت إن الاجتماع أكد فتح الجامعات ابتداء من أول أكتوبر واعتماد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول استقالة من يتقدم باستقالته. وقرر الاجتماع سحب الشرطة من الجامعات وقت ما تكون هذه الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني، وشدد على ضرورة تهيئة بيئة المجمعات السكنية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب. وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة. وللتعليق على قضية اليوم معي عبر الهاتف بروفيسور مصطفى نجم البشاري، رئيس مبادرة أساتذة الجامعات السودانية من أجل الوطن. بروفيسور، السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. نبدأ بقرار مجلس الوزراء بفتح الجامعات في هذا الشهر أكتوبر بالتزامن مع إعفاء وتعيين مديري الجامعات ونوابهم، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ يعتبر قرار فتح الجامعات يعني قرار إيجابي، لأن الطلاب انتظروا لأكثر من 9 أشهر وتعطلت الدراسة في معظم الجامعات السودانية خاصة الجامعات الحكومية، مع استمرار طبعا الجامعات الخاصة. والجامعات الحكومية هي جامعات رئيسة وتعتبر جامعات لمعظم الطلاب السودانيين من كافة أبناء الشعب السوداني ومن أطراف الولايات المختلفة. وتأثرت الدراسة لهذه الفترة يعني تأثرا كبيرا، وبالتالي هذا القرار يعتبر قرار إيجابي لإعادة الجامعات، وكذلك قرار إعفاء المدراء السابقين، وهو أيضا قرار إيجابي، وهو مطلب من مطلوبات التغيير في هذه المرحلة، ومطلب من مطلوبات إعادة الهيكلة لهذه الجامعات حتى تكون مستقرة وتستمر في أداء واجباتها وتستمر في أداء الواجبات الوطنية بالنسبة للطلاب وبالنسبة للأساتذة. طيب بروفيسور مصطفى، يعني عفوا، بعد هذا التوقف الذي دام طويلا، يعني كيف تتوقع سير أداء الجامعات خلال هذه الفترة والفترة المقبلة، وما هي الاحتياجات التي يعني تجعلها لتؤدي دورها كاملا؟ هناك دعنا نقول أن هناك بعض التحديات بالنسبة للمدراء الجدد الذين تم اختيارهم لإدارة هذه الجامعات، وهي 34 جامعة في ولايات السودان المختلفة. أولى هذه التحديات البيئة الجامعية، ونقصد بالبيئة الجامعية من تهيئة المناخ بالنسبة للطلاب، المعامل وقاعات الدرس وكل الاحتياجات المطلوبة للطالب حتى يكون منتظما في الدراسة. هذه واحدة من التحديات الكبيرة، خاصة بعد توقف هذه الجامعات ظلت هذه الجامعات يعني بعيدة من التهيئة وتتطلب جهود كبيرة جدا وصرف أموال كبيرة، خاصة الجامعات الطرفية ربما تكون ليست لديها أموال وتمويل كافي، وبالتالي هذه الجامعات تحتاج إلى إعانات ودعم مباشر حتى يستعدوا وتهيئ البيئة الدراسية بالنسبة للطالب حتى يعني يكون مستقرا. وتعلم أن هناك دفعتين، الدفعة الأولى أو الدفعة الجديدة للطلاب الذين تم قبولهم لهذا العام والدفعات السابقة، وبالتالي بيكون هناك في نوع من طيب بروفيسور مصطفى، عفوا سيد بروفيسور مصطفى، بروفيسور مصطفى هل تسمعني؟ التحدي الثاني فهو تحدي وجود الأستاذ نفسه. نعلم أن عدد كبير من الكوادر والأساتذة يعني في هذه الفترة والفترات السابقة غادروا السودان لأسباب معروفة، أسباب اقتصادية، هناك مشاكل تتعلق بتعيينات الأساتذة
وأيضا تتعلق بمرتبات وجور هؤلاء الأساتذة. أيضا ذكرنا في مبادراتنا أن لابد من تهيئة الظروف بدعم الأستاذ الجامعي وتحسين وضعه وكذلك مرتبه الجامعي، فهذا أيضا تحدي آخر، تحدي كبير بالنسبة للمدراء الجدد. والتحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي الكبير. طيب هذا التحدي الاقتصادي. طيب بروفيسور، نعم. يعني عفوا سأعود بك إلى نقطة مهمة جدا، هي نقطة يعني الدفعات المتداخلة. هل يمكن أن تحل هذه المشكلة سريعا بدون تأثر دفعة إلى أخرى؟ تعلم أن يعني هناك تقويم مختلف لكثير من الجامعات. في بعض الجامعات في الفترة السابقة قد انتهوا ودخلوا في السمستر أو في الفصل الأول من الدراسة، وبعضهم لم ينتهي من الفصل الأول من الدراسة، وهناك فوارق تقويم بالنسبة للجامعات من جامعة لجامعة مختلفة. وقد يستطيع اللي هو بعض أو تستطيع بعض الجامعات أن يعني تهيئ الظروف وتستطيع أن تتجاوز هذه المشكلة، ولكن كثير من الجامعات قد تعاني من مشكلة تداخل الدفعات. ولكن نحسب إذا ما تم الترتيب بطريقة جيدة وإذا ما تم تهيئة الظروف خاصة فيما يتعلق بالقاعات ووجود الأساتذة والكوادر المساعدة، ربما يتم تجاوز هذه المشكلة بسهولة جدا. وأعتقد أن هناك استعدادات كافية من الأساتذة، ولكن الأمر يرتبط أيضا بظروف الأستاذ الجامعي، خاصة ذكرنا نعم. مسألة الأجور والمرتبات وزيادة المرتبات. وتعلم بأن الأستاذ الجامعي مرتبه ضعيف جدا، ومعظم الأساتذة الآن يتقاضون أجر يقل تماما عن $100 أو $80 في الشهر. هذه مشكلة، وأعتقد أن هذه المشكلة واحدة من المشاكل الكبيرة، وقد طرحناها خلال فترة 9 أشهر وطالبنا بزيادة أجر الأستاذ الجامعي وكذلك دعمه ماديا ومعنويا حتى يستطيع أن يقوم بواجبه بالطريقة الصحيحة. والعامل والتحدي الأكبر أيضا هو التحدي الاقتصادي. طيب هذا التحدي الاقتصادي نتوقف عنده، وهنالك من يتخوف من هذا التحدي ولكن نربطه بأزمة المواصلات الحادة. كيف تتعامل معها الجامعات وكيف يتعامل معها الطلاب وهم مقبلون على عام دراسي جامعي جديد؟ وهذا ما قصدته بالتحدي الاقتصادي، لأنه هذا يؤثر مثلا في المواصلات وكذلك تهيئة الداخليات من توفير الظروف المناسبة والمناخ الملائم لسكن الطلاب، من وجود يعني وجود أماكن لتناول الوجبات وكذلك توفير الخبز وتوفير المعينات الغذائية بكل بالنسبة للطلاب حتى تكون هناك بيئة مناسبة في الداخليات. لابد من تهيئة الظروف وكذلك تهيئة سبل المواصلة والنقل بالنسبة للطلاب. إذا كانت هناك في ترحيل في وقت سابق، كان هناك في ترحيل للطلاب من الداخليات خاصة الطالبات، وأتمنى أن يكون هناك تجهيزات كافية بالنسبة لترحيل الطلاب والطالبات خاصة الطالبات في الداخليات لأماكن المحاضرات والقاعات. وهي أماكن متفرقة، كل جامعة لها ظروفها الخاصة، ولا نعلم كيف هي ظروف الجامعات الولائية، ولكن بالتأكيد الجامعات الولائية تعاني من مشكلة الداخليات، محتاجة لتهيئة، محتاجة لصيانة، محتاجة لترتيب، محتاجة لأمور كثيرة جدا. وهذه واحدة من أكبر التحديات حتى يكون هناك استقرار جامعي. وهناك تحدي آخر وأيضا هو تحدي موجود، هو العامل السياسي بين الطلاب، وهذا ما طرحناه طيب كثيرا. وهذا العامل السياسي بروفيسور مصطفى اللي هو عفوا الميثاق والتوافق ما بين الطلاب، لأنه تعطيل عام دراسي كامل وندخل في مرحلة جديدة نعم. من مرحلة المناكفات والأعمال طيب السياسية. بروفيسور مصطفى نجم الدين، هل تسمعوني؟ أيضا واحدة من العوامل والتحديات الكبيرة التي يمكن أن تواجه الإدارات الجديدة في الجامعات. طيب بروفيسور مصطفى، هذه التحديات بروفيسور مصطفى مدروسة ومرتب لها، وتوجد الحلول والخيارات من قبل المدراء ومن قبل الوزارة نفسها، وزيرة التعليم العالي. طيب بروفيسور مصطفى، يعني أنت تحدثت عن النشاط السياسي، ولكن نربط هذا النشاط السياسي بظاهرة العنف التي استشرت وانتشرت في العهد السابق، ويعني لم توجد لها حلول ناجعة. كيف
يعني تتوقع مع فتح الجامعات أن تتنامى هذه الظاهرة مرة أخرى يعني؟ يحسب للطلاب أنهم شاركوا في هذه الثورة العظيمة وشاركوا في ثورة التغيير، وآن الأوان أن يحصدوا حصاد هذه الثورة الإيجابية، الحصاد والنتائج الإيجابية للثورة، أن يقوم كل الناشطين السياسيين سواء كانوا أحزاب سياسية أو قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين بالتوعية وسط هذا الشباب، وعمل ميثاق بين الأطراف المختلفة في داخل هذه الجامعات والتكوينات المختلفة بالنسبة للطلاب داخل هذه الجامعات، حتى يتم اللي هو التعامل مع الفترة المقبلة، ولأنها فترة حرية، بقدر من المسؤولية وبقدر من ضمان الفرصة بالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين تعطلوا لمدة عام كامل. وتعلمون أن تعطيل هذه الجامعات لمدة عام كامل أثر تأثيرا كبيرا في الحياة الاجتماعية والنفسية، نعم، وكذلك الحياة الاقتصادية المادية بالنسبة للطالب وبالنسبة لأسرة الطالب وبالنسبة للبلد ككل، لأن إذا عطلنا التعليم في البلد معنى ذلك نحن قادمون على تدمير البلد بأكمله. وأنا أفتكر فتح الجامعات هي فرصة ثانية لإعادة التفكير في كيفية بناء البلد وكيفية نقل الحوار داخل هذه الجامعات إلى حوار إيجابي، إلى حوار من أجل مصلحة البلد، إلى نوع من التوافق، نعم. وده لابد أن يكون بدعم من الأطراف الخارجية وبدعم من مجلس الوزراء وبدعم من المجلس السيادي وبدعم من كل الأطراف الوطنية الحادبة على مصلحة السودان بشكل عام، لأن الطلاب قد تضرروا والتوقف من الدراسة لمدة عام كما أسلفنا قد كلفنا كثيرا، خاصة في الجوانب الاجتماعية والجوانب النفسية والجوانب الاقتصادية. بروفيسور يعني مصطفى، عفوا أدركنا الوقت. بروفيسور مصطفى البشاري، رئيس مبادرة أساتذة الجامعات السودانية من أجل الوطن، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.